النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، حيث خلال الساعات القادمة يتوقع أن تبدأ رياح شرقية إلى جنوبية شرقية بالهبوب في عموم مناطق المملكة تحديدا يوم الخميس. أيضا يوم الخميس يتوقع أن يتشكل ضباب كثيف إلى خفيف بشدات متفاوتة من المنطقة إلى أخرى خلال ساعات الصباح الباكر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الرياح الشرقية تبدأ بالهبوب على المملكة اعتبارا من يوم الخميس، تزيد هذه الرياح بالشعور بالبرودة وبالتالي طقس بارد نسبيا متوقع، وأيضا ضباب واسع النطاق سيتشكل خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر من يوم الخميس. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم قادمة من البحر الأبيض المتوسط نحو المملكة. كانت عبارة عن غيوم على ارتفاعات مختلفة بين العالية والمتوسطة والمنخفضة، كانت أكثر كثافة خاصة خلال ساعات الصبيحة وخلال ساعات الظهيرة، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات المساء وساتق صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخريطة توزيع أو المناطق المشمولة بتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وترتفع نسبة الرطوبة. هذه الظروف الجوية استعمل على تشكل الضباب الكثيف في عموم المنطقة الشرقية منطقة السهول، ومع هبوب هذه الرياح الشرقية قد يمتد هذا الضباب نحو المرتفعات الجبلية الغربية بما فيها العاصمة عمان خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، سرعان ما يتلاشى هذا الضباب خلال ساعات الصباح المتأخر. نذهب الآن وإياكم لنتحدث عن الرياح الشرقية التي ستبدأ بالهبوب اعتبارا من يوم غد، حيث يتمركز مرتفع جوي هنا فوق الأراضي العراقية، يعمل هذا المرتفع الجوي على هبوب لهذه الرياح الشرقية من الأراضي السعودية باتجاه المملكة. ستكون هذه الرياح نشطة السرعة مع هبات نشطة، أيضا ستعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار بشكل محدود نوعا ما، أيضا زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة. هذه الرياح الشرقية سرعان ما ستضعف وتتلاشى اعتبارا من ساعات ليل الخميس على الجمعة، ويوم الجمعة تتحول الرياح إلى غربية وجنوبية غربية وتتلاشى بشكل كامل هذه الرياح الشرقية. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تكون الأجواء رطبة بشكل كبير 10 درجات مئوية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف إلى الضباب الكثيف نوعا ما خاصة في الأجزاء الشرقية من العاصمة عمان الملموسة 8 درجات مئوية، الرطوبة مرتفعة 92%، أما الرياح تكون شرقية الاتجاه خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الخميس كما ذكرنا رياح شرقية نشطة تزيد الإحساس بالبرودة 15 درجة مئوية الصغرى 8 درجات. يوم الجمعة تخف هذه الرياح الشرقية وتتحول إلى غربية وجنوبية غربية 17 درجة مئوية، وبالتالي ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الصغرى 10 درجات مئوية. المزيد من الارتفاع يوم السبت 19 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.